ازيكم يا حبايبي، يا رب تكونوا بخير. انا هعمل صوص الشوكولاته الجميل اللي بنحبه، اللي بنحطه على الكيكات والحلويات. طبعا هو موجود في كل بيت، المقادير بتاعه وسهل وبسيط جدا، واحسن طبعا ما نشتريه من بره. يلا هنقول المقادير مع بعض. هنحتاج هنا نص كوبايه زيت، كوبايه سكر، 3/4 كوبايه كاكاو، وكوبايه لبن، وهنا معلقه فانيليا صغيره. هنحط المقادير في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ نحط المقادير. ادي كوباية سكر، وهنحط عليها كوباية اللبن، وهنحط 3/4 كوباية الكاكاو، وهنحط معلقة الفانيليا. والزيت بقى مش هنحطه دلوقتي، هنحطه بالتدريج واحدة واحدة واحنا بنضرب في الخلاط. طيب ماشي، هضربه وارجع لكم عشان صوت الخلاط. اهو يا حبايبي ضربنا صوص الشوكولاتة في الخلاط، ونزلنا عليه الزيت شوية بشوية صغيرين كده لحد ما بقى قوامه ما شاء الله متوسط وجميل. شايفين عامل ازاي؟ لو انت عايزاه تقيل، لو عايزه تزودي الزيت شويه ماشي، بس هي يعني المقادير دي مظبوطه اهو. شايفين؟ هنحطه في برطمان متعقم دلوقتي بقى نفضيه. اهو دلوقتي هنفضيه في البرطمان. اهو البرطمان انا معقماه زي ما قلت لكم، بيتعقم بخل وميه سخنه، وبنحطه في المطبقيه لحد ما ينشف، وما نحطش فيه لافوطة مطبخ ولا مناديل مطبخ، نستنى لحد ما ينشفوه. اهو تمام. اهو يا حبايبي خلصنا صوص الشوكولاته، وحطينا عندي كيكايه زوقتها بيه وحشيتها من جوه كمان، وممكن تقطعي الكيك في كاسات كده وتقومي رص عليه صوص كده، يبقى شكله جميل برضو. ابدعي بقى زي ما انت عايزه. اهو بصوا، والكمية اللي احنا عملناها بتعمل برطمان كبير زي ده، ممكن يقعد معاكي مدة، وتحطيه في التلاجة برضو. اهو يا حبايبي عملت لكم حاجة سريعة ومختلفة، يا رب تعجبكم. لو عجبتكم بقى ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك. اشوفكم دايما على خير. باي باي.